انا الدكتور ابراهيم خطاب، وهقول لك بالدراسات العلميه على طريقه لانقاص وزنك ضعفين واكتر وحرق دهون اسرع من اي نظام غذائي تاني. خليكم معايا. الكيتو دايت بينزل الوزن اسرع من اي نظام غذائي تاني، والدراسه اللي قدامك دي جابوا فيها سيدات وزنهم زايد وقسموهم مجموعتين. مجموعه مشيت على الكيتو دايت، يعني ما بياكلوش كربوهيدرات وبياكلوا مكانها دهون صحيه، والمجموعة التانية ماشيين على دايت عادي منخفض الدهون ومنخفض السعرات. بعد 6 شهور المجموعة اللي مشيت على الكيتو دايت وزنهم قل 2.25 مرات اكتر من المجموعة التانية. يعني لو هتخس على الدايت العادي 10 كيلو في 6 شهور، فمع الكيتو دايت انت هتخس 22 كيلو، يعني 2.25 مرات اكتر من الدايت العادي. والجميل في الدراسة دي الوزن اللي نزل ده معظمه دهون، وكمان قراءات الضغط والكوليسترول اتحسنت. والاناليسز اللي قدامك ده عبارة عن تجميع المجموع الدراسات بنفس الطريقة ولكن على مدى اطول شوية لمدة 12 شهر، وبيثبت ان الكيتو دايت فعال جدا في انقاص الوزن وحرق الدهون. الناس اللي ماشيين على الكيتو دايت دول كانوا بياكلوا ايه؟ زي ما قدامك كده. فقائمة الطعام بتاع الكيتو دايت عبارة عن مصادر الدهون النافعة زي الزبدة والسمنة البلدي والافوكادو وزيت الزيتون والزيتون، مكسرات زي اللوز وحليب اللوز، وفي مصادر بروتين بتبقى غنية بالدهون بنستعملها زي اللحوم بانواعها، الطيور بانواعها، الاسماك، ويفضل الاجزاء الدسمة منهم، يعني في الفراخ يفضل الوراك اكتر من الصدور علشان دهونها اكتر. وطبعا الخضروات الورقية كلها معانا ومسموح بيها زي الخس، الكرنب، البروكلي، نبيض، الخيار. الخضروات دي بتبقى منخفضة الكربوهيدرات، ودي اجباري مش اختياري، لازم تبقى موجودة في كل وجبة. البهارات بانواعها مسموح بيها زي الملح والفلفل والليمون، والملح يفضل ملح الهيمالايا اللي هو الملح البحري، وهنقول ليه بعد كده. لو انت متابع فيديوهاتي اكيد فاكر الجملة دي. اكبر غلطة ممكن تعملها هي انك تاكل كربوهيدرات كتير ودهون كتير مع بعض. وبما ان قائمة الطعام اللي معانا غنية بالدهون، فبالتالي الكربوهيدرات بانواعها ممنوعة. نسبة الكربوهيدرات المسموح بيها في الكيتو دايت احنا خدناها من الخضروات اللي قلناها دي، باقي الكربوهيدرات مش معانا. السكريات، الرز، المكرونة، المخبوزات، الفواكه فيها سكر الفركتوز، وكل الفوائد اللي في الفاكهة تقدر تاخدها من الخضروات الورقية اللي ذكرناها. ولو احتجت فاكهة تقدر تاخد فراولة بكميات قليلة، 8 فراولات في اليوم بحد أقصى، وده في البدايات فقط. اما مع الوقت عايزين نقلل كل مصادر الكربوهيدرات. الخضروات الغنية بالكربوهيدرات كلها مش معانا، زي الذرة، البقوليات، البسلة، البطاطس، البطاطا، الجزر. ركز على الخضروات الورقية اللي ذكرناها. وبما ان هدفنا اننا نحسن صحتنا مش بس نخس وخلاص، فبالتالي الدهون المصنعة والمتحولة كلها مش معانا، زي السمن الصناعي والنباتي. قلنا هنستخدم سمن بلدي وزبدة، وطبعا الوجبات السريعة زي كنتاكي وغيره، الحاجات دي مليانة دهون مصنعة، فبالتالي مش معانا. كمان الزيوت النباتية المهدرجة كلها ضارة بالصحة ما عدا زيت الزيتون. الزيوت اللي بيجي لها اعلانات في التلفزيون دي زي زيت عباد الشمس والذرة، عليها اجماع انها ضارة، وهعرض لكم في فيديوهات مستقبلية الدراسات اللي بتأكد كلامي ده. كمان اللحوم المصنعة مش معانا، زي اللانشون، السوسيس، في اجماع انها ضارة بالصحة ومن مسببات السرطان. بعد ما عرفنا قائمة الطعام، دلوقتي شكل الطبق بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ الطبق هيبقى نص خضروات ورقية، سلطة ورقية، ودي ثابتة معانا في اي وجبة، والنص التاني هو المتغير، ده مصدر بروتين معمول في مصدر دهون. هديلكوا دلوقتي امثلة خفيفة عليه، لكن مستقبلا في فيديوهات جاية هديلكوا امثلة كاملة لوجبات كاملة. مثال على الفطار، جزء السلطة الورقية بتاعنا ثابت، والجزء التاني هيبقى 3 بيضات مسلوقة او مقلية في زبدة، معاها مثلا نص ثمرة افوكادو. الغدا هيبقى سمكة متوسطة في زبدة او سمنة بلدي، والسلطة ثابتة معانا، ممكن نضيف عليها معلقة زيتون صغيرة. العشاء جبنة من الانواع المسموح بيها اللي ما فيهاش سكريات زي الشيدر والموتزاريلا، وطبعا مع السلطه بتاعتنا. وعندك سناك ممكن حفنه مكسرات زي اللوز او 5 فراولات مثلا، والكلام ده للمبتدئين، لكن لما ندخل في الموضوع شويه وجسمنا يتعود على حرق الدهون، فاحنا هنقلل عدد الوجبات ده لوجبتين بس، وناخدهم في فتره قريبه من بعض، بحيث اننا ندمج ما بين الكيتو وما بين الصيام المتقطع، وهشرح الكلام ده بالتفصيل بعد كده. انا جمعت الاسئلة الشائعة عن الكيتو دايت وعملتها في فيديو هينزل قريب على القناة، اكتبولي برضو اسئلتكم في التعليقات تحت وانا هرد عليها بالتفصيل.
كمان بسمع انه يا دكتور انا عندي ثبات في الوزن رغم اني ماشي على الكيتو دايت، ده بيبقى بسبب اخطاء انت بتعملها ومش واخد بالك منها. برضو جمعتها وعملت عنها فيديو، اشترك في القناة عشان توصلك الفيديوهات اول ما تنزل ان شاء الله. لو بصيت لمصادر السعرات اللي في الامثلة اللي ذكرتها او في الوجبات اللي هنزلها بعد كده، هتلاقي السعرات من الدهون 60-70%، اما البروتين 20-30%، والكربوهيدرات اقل من 10%. ده بيحصل ازاي؟ ان جرام الدهون فيه 9 سعرات، اما جرام البروتين والكربوهيدرات فيه 4 سعرات بس. يعني انت لو حاطط 20 جرام زبده، ده هيبقى فيهم 180 سعره من الدهون، اما ال 100 جرام وراك دجاج هيبقى فيها تقريبا 80 سعره من البروتين. باختصار طبق زي ما قلنا نصه خضروات ورقيه والنص الثاني مصدر بروتين معمول في مصدر دهون. الكيتو دايت فيه ميزة عن باقي انواع الدايت، وهي حسب الدراسة اللي قدامك دي، فالناس ممكن تخس على الكيتو دايت بدون حساب سعرات، وده مش معناه انك تاكل الاخضر واليابس مع الكيتو دايت، ولكن معناه مرونة اكبر، مجرد بس انك هتلتزم بقائمة الطعام اللي قلناها وبالنسب اللي قلناها. واحب اقولك انك بعد فترة من الكيتو دايت مش هتبقى محتاج تاكل كتير، لانه حسب الدراسة اللي قدامك دي فالشهية بتنخفض جدا مع الكيتو دايت، وهرمونات الشبع والجوع بتتنظم بشكل كبير جدا. ده طبعا بيحصل بعد اسبوع او اتنين من بدايتك، يعني على ما الجسم يتعود ويحصل فات ادابتيشن او تعود على الدهون، لكن في الاول احتمال برضو الجوع يبقى موجود زي اي نوع نظام غذائي تاني. اما بقى الناس اللي دايما بتشتكي ان هم بيعملوا دايت وما بيستجيبوش، وان معدل الحرق عندهم ضعيف جدا، فالدراسة اللي قدامك دي بتقول انه الكيتو دايت بيزود معدل الحرق بتاعك سواء اثناء الراحة والنوم او اثناء الحركة والرياضة، ودي ميزة كبيرة جدا. والجدير بالذكر هنا والحاجة الحلوة قوي في الكيتو دايت، هو انه انواع الدايت منخفضة الكربوهيدرات وعلى رأسها الكيتو دايت، هي الاكثر فاعلية ضد حرق دهون البطن والاجناب. الدهون العنيدة دي ما بنعرفش نتخلص منها بسهولة بسبب مقاومة الانسولين. الكيتو دايت ما فيش كربوهيدرات، بالتالي مقاومة الانسولين بتقل جدا وبتتلاشى مع الوقت، ودي حاجة ممتازة. ازاي رغم الدهون الكتير اللي بتاكلها دي وزنك بيقل وجسمك بيحرق دهون؟ احنا هنا محتاجين نفهم ازاي الكيتو دايت بيشتغل. في العادي لما بناكل كربوهيدرات يعني رز مكرونة خبز، الجسم بيمتصها وبتتحول في النهاية لسكر اللي اسمه الجلوكوز، وده المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم. في حالة الكيتو دايت ان بمنع الكربوهيدرات تماما وباكل دهون صحية مكانها، فالجسم بيحرق الدهون دي في الكبد ويحولها لأجسام كيتونية اللي هي الكيتون بادز، ويستخدمها كمصدر للطاقة بديل عن الجلوكوز. ومع الوقت ومع ان جسمي بيتعود انه يستخدم مصدر الطاقة الجديد ده، فكفاءته بتزيد في انه يحرق الدهون المتخزنة في الجسم ويحولها لأجسام كيتونية ويستخدمها في الطاقة. وده بالمناسبة حاجة شبيهة جدا للي بتحصل اثناء الصيام المتقطع. انت لو خدت عينة دم من حد صايم هتلاقي سكر الدم عنده قليل قوي، وهتلاقي الاجسام الكيتونية في دمه مرتفعة. عشان كده الجمع ما بين الكيتو دايت وما بين الصيام المتقطع ده بيسرع جدا نتائج حرق الدهون والتخسيس. الحالة اللي جسمنا بيستخدم فيها الكيتون بادز كمصدر للطاقة اسمها الكيتوزيس او الحالة الكيتونية. بالتالي انت لو كلت هنا كربوهيدرات او خدت حاجة بترفع الانسولين بتكسر حالة الكيتوزيس دي وبتوقف عملية حرق الدهون. فدي اهم حاجة تاخد بالك منها، هي انك تقلل جدا مصادر الكربوهيدرات او تمنعها، ما تزيدش ابدا عن 10% عشان نفضل في حالة الكيتوزيس دي طول الوقت ويفضل جسمنا شغال في حرق الدهون باستمرار. اصعب مرحلة في الكيتو دايت هي بداياته، مرحلة انتقال الجسم من الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة الى الكيتونز كمصدر رئيسي للطاقة. المرحلة دي بتاخد تقريبا اسبوع او اقل او اكتر شوية، وبيحصل فيها مجموعة من الاعراض اسمها الكيتو فلو، هشرحها ان شاء الله في الفيديو الجاي بالتفصيل. المهم انك لو عديت المرحلة دي ودخلت في حالة الكيتوزيس دي، احب ابشرك بنتائج هائلة ان شاء الله. الارادة هي اللي هتحطك على اول الطريق، اما العزيمة هي اللي هتخليك تكمل الطريق وتنجح ان شاء الله. شوفكم الفيديو الجاي. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيبولي تعليقاتكم واسئلتكم تحت في الكومنتات وانا هرد عليها.